منذ اليوم على نفسها ولن تحتاج إلى رعاية أحد. سوف تمضي حياتها متنقلة من بيت إلى آخر، وسوف تحصل على طعامها تلقاء عملها المتمثل في ملاحقة الفئران والحشرات. ستقوى على البيوت. بالمناسبة انظر إلى هذا، اشتريت هذه المأكولات لضيفنا الجديد. نستضيف الآن في الفندق مسافرا جديدا. يوجد عندكم مسافر جديد؟ أجل يا عزيزتي ليلي، جاءنا مسافر مساء أمس ومعه صندوق. الجزيرة من غيرنا، جزيرة عجيبة وكنزنا فيها، دروبها غريبة.